النشرة انتهت وهذا تذكير بالعناوين. القضاء يطلق سراح النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن، والجماهير الوطنية تجدد مبايعتها لمشروعه العراقي. محافظ صلاح الدين يبارك تعاون وزارة الهجرة في ملفي النازحين والمناطق المحررة، ويؤكد الالتزام بتوقيتات البرنامج الحكومي. البرزاني لا يجد باستقالة عبد المهدي حلا لمشاكل العراق، والتربية تنفي قطع رواتب منتسبيها بسبب التظاهرات. تجار بغداد يشكون خطورة حرق ممتلكاتهم وقطع أرزاقهم، واستياء شعبي من قطع الطرق والجسور مع استمرار التظاهرات. شكرا لحسن المتابعة، نلقاكم على خير.